مساء الخير يا جماعة، النهاردة جايين نتكلم في قضية ساخنة جدا بتطرح نفسها على الوسط الرياضي المصري، اللي هي طبعا رحيل مستشار أرل تركي آل الشيخ عن ملكية نادي بيراميدز وتحويل الملكية للنائب الرئيس اللي هو كان الحالي لنادي بيراميدز. طبعا ده بعد أثر حاجات كتير قوي، حابين ان احنا نتكلم في الموضوع ده من اوله لنهايته. طبعا الكلام اللي انا هتكلمه دلوقتي ده انا عارف ان هو مش هيعجب قطاع كبير جدا في جمهور الاهلي وقطاع كبير جدا في جمهور الزمالك، وحتى ممكن ما يعجبش الناس اللي منتميه لتجربه بيراميدز. لكن ده اللي جوه ضميرنا واللي جوه اللي احنا حاسين بيه، اللي ممكن يبقى غلط راينا، اللي ممكن يبقى غلط خالص. بس ده اللي انا الراجل اللي انا الطبع العام اللي شفته، وده هقوله من غير راي اللي حصل، وان التجربه سلبيتها وايجابيتها هقولها. طبعا انا محدد بعض النقط كده اللي حصلت من اول ما عايز اقولها بسرعه. طبعا التجربه بقى لها اكتر حوالي سنه تقريبا، مش من انتاج بيراميدز، مش من اول ما بيراميدز سطع على النور. التجربه بدات من يوم ما تركي آل الشيخ جه مصر وتقرب من النادي الاهلي. فاحنا هنبدا الكلام ده ونحاول نسرده بسرعه جدا للناس، وفي الاخر هنقول يعني، واحنا بنقول هنقول راينا اللي ممكن يكون مختلف عن اراء كتير، بس ده راينا، ويختلف معانا ربنا. دي سنه الحياه اللي ربنا خلقنا كلنا مختلفين عن بعض، انت رايك غير رايي، انا رايي غير رايك. لكن في النهايه يعني يا ريت اللي يسود بينا الاحترام، لانه ربنا اصلا دي عظمته اللي هو خلقنا مختلفين. نبدا بسرعه كده. تركي آل الشيخ انه امبارح افتكر الاعلام المصري عن طريق قناه دي ام سي، اللي هي القناه اللي تعتبر المتحدث الرسمي للدوله المصريه. يعني هو تركي آل الشيخ امبارح اكيد ما اتضايقش من الدقيقه اللي عملها مذيع اصلا ما حدش بيتفرج عليه، يمكن ولاده بس او ممكن كمان ما يكونوش بيشوفوه. اكيد هو عارف الدقيقه اللي عملها المذيع ده، دي رساله جايه من الناس، من بعض القوى في الدوله المصريه، اللي هي بتقول له لا كفايه كده، او كسره او كفايه كسره او كده. طب نفتكر بقى الكسره جت منين عشان نعرف احنا وصلنا لايه. الكسره جت لما جه طلع علينا مستثمر جديد من دولة السعودية الحبيبة اللي احنا كلنا بنحبها طبعا، قدسيتها الدينية والأسباب كتير طبعا، دولة قريبة جدا لكل المصريين. ولكن جه المستثمر على عكس كل المرات اللي بيجي المستثمر في الزمالك أو الأهلي بالذات، ان بالاخص يعني الناديين دول ما بت يعني بيبقى عارفين اللي فيه مستثمرين كتير، على بالاخص في الاهلي الخرافي، وكتير كتير كانوا بيدفعوا من غير ذكر اسماء كتير. الناحيه الثانيه كان في البلوي وغيره وغيره، يعني كانوا بيدفعوا. ولكن يا اما في احترام متبادل بين الطرفين، او في الدره ما كانش حد بيعرف بالشكل المعلن ده. جاء الكابتن خطيب اعلن اللي هو دعا المستشار تركي دعمه في الانتخابات بتاعته الاخيره بمبلغ مالي، وقال كده على العلن في مؤتمر صحفي، وقال اللي هو الراجل محب وممكن يعدي الكلام ده وخلاص عند كده وستوب. اللي فيه راجل محب النادي الاهلي اسمه تركي آل الشيخ بيدفع، قشطه حلو قوي كده. لكن فوجئنا بحاجات غريبه جدا حتى جديده على الاهلي. احنا صحينا الصبح مثلا في يوم لقينا الاوت دور في مصر كلها اللي فيه حد حاطط اوت دور اللي هو رئيس النادي الاهلي الشرفي. فدي كانت غريبه بالنسبه للاستثمار، يعني اول مره حد يدفع ويتبرع او يبقى محب ويتحط له اوت دور اللي هو رئيس الشرفي النادي الاهلي. فكانت دي كانت اول بدايه الاستغراب على الوسط الكروي في مصر، وعلى النادي الاهلي، وعلى السوابق اللي قبل كده، اذا كانت في ناس بتدعمه عن طريق التبرعات اذا كانت خليج او غيره. بعد كده فوجئنا اللي بدا المستشار ترك يبدا يتكلم في حاجات داخل خصوصيات النادي الاهلي، في حاجات كتيره، في المدربين، في لعيبه، في مش عارف ايه. وبعض من جماهير الاهلي قالت عادي، هو الرئيس والنادي الشرفي ومن حقه اللي هو يتكلم. بعض الجماهير فيه طبعا كان جماهير رافضه، وده هنجيله في المرحله اللي جايه دلوقتي في الكلام في الفيديو. فضل الموضوع ده ماشي لحد ما تركي آل الشيخ دخل النادي الاهلي بعربيته لحد التتش. وطبعا انتوا عارفين الاهلي التتش بالنسبه له يعني كانوا عاملين في روايه كده اللي هم رفضوا اللي طياره مبارك تنزل فيه، حاجه يعني غريبه طبعا من الحكايات الاسطوريه. ما علينا، يعني اللي انت دخلت المستثمر لغايه التتش عشان يدي مكافئات الدوري للعيبه قدامهم، ويدي ده شيك وده شيك وده شيك، وحتى عمال اوضه اللبس خدوا مكافئات، وكمان يجدد للاعبين كانوا مضوا للزمالك، على عكس كل برضه ما يسمى بين قوسين مبادئ النادي الاهلي، اللي قال لما جه في فيديو شهير الكابتن ثابت البطل لما حسام ابراهيم لما قال لك احنا بس عايزين في الفلوس نزود مش عارف ايه او بتاع، وده بقى الكلام قال له لا اتفضل بابي فوت جمل. فهنا الاهلي عشان عبد الله السعيد وعشان احمد فتحي اللي وقعوا النادي الزمالك،
يحاول بقى ما يودهمش الزمالك، على عكس ما يقال اللي هو مبادئ الاهلي اللي في باب يفوت جمل، وعلى عكس اللي ما فيش حد يكبر قدام الاهلي وي الكلام ده. وافق اللي تركي آل الشيخ يدخل النادي الاهلي ويتصور مع اللعيبه جوه النادي الاهلي ويصوروه بتشيرتات النادي الاهلي اللي هم اللي هو بيتعاقد، يعتبر هو اللي بيتعاقد لهم مع لعيبه جداد. وكمان شفنا الكابتن شوبير وهو بيعمل بيتنازل من هو اهم اعلامي في مصر، وده طبعا حاجه يعني كل الناس اللي بيحبوه او ما بيحبوش، يعني انا في على المستوى الشخصي هو له حاجات بس يعني بيحبوه على المستوى الشخصي هو عارفين اللي هو يعتبر رائد الاعلام في مصر، دي حاجه حقيقه يعني. ينزل من اللي هو راجل بعد خبرات السنين دي كلها في الاعلام ينزل يعمل له مراسل، والفيديو الشهير بتاع هنجيب اربعه مش عارف صفقات من عرض تقيل وكده. فمصر لو كانت كسرت نفسها كسرت نفسها من بدري، مش من دلوقتي، مش من دلوقتي، مش عشان ماتش اتبدل مصر اتكسرت نفسها. مصر اتكسرت نفسها لما كل ده سمحتوا له بالتوغل ده، لحد ما بدا الراجل يبدا يقول لا حسام البدري وحش، لا مش عارف مين وحش. بدا هنا جمهور الزمالك، هنا جمهور الزمالك تدخل بقى في القصه، بدا يعاير جمهور الاهلي باللي الراجل بيتحكم في زمام الامور في الاهلي، وده ما غريب قوي على النادي الاهلي الفترات اللي فاتت دي ازاي يعمل كده. هنا جمهور الاهلي بدا في جمهور يقول لا هو رئيس النادي وانتوا يعني وهو لا يعني عادي لو اتدخل في بعض الحاجات، وبدا بقى في جمهور اللي هي هنا النقطه، هنا كانت النقطه الفصل اللي هو اولتراس اهلاوي. قلت لو حد في القضيه دي لحد اللحظه دي دفع ثمن او عمل اي حاجه او صاحب انتصار في اللي حصل في الاخر هو اولتراس اهلاوي. ليه؟ لان اولتراس اهلاوي هو الوحيد اللي رفض، هو اللي قال لا. طبعا احنا عارفين لما نيجي لناحيه الزمالك هقول لكم طبعا اولترا الزمالك مش بيحضر اصلا مباريات ولا افريقيه ولا محليه، لان طبعا انتوا عارفين القصه. اولترا الاهلاوي دخل في مباراه افريقيه للنادي الاهلي وهتفوا ضد الراجل بعد عدد تجاوزات كتير جدا هو عملها، هو وجهه نظره عملها في النادي بتاعهم. فهنا كانت النقطه الفصل اللي اولترا الاهلاوي رفض، قال لا يا جماعه احنا مش هنتباع، النادي الاهلي مش هيتباع، فهم الوحيدين. واتسجن منهم ناس للسباب اللي عملوه. طبعا احنا ضد السباب وضد السباب بالأمة. كان ممكن اولتراس اهلاوي يعمل الرساله بتاعته بشكل تاني، ولكن في الاخر ده جمهور كوره، انت قاعد تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه وتهين ناديه، فهو اكيد هيبقى له رد فعل، مش معقوله هيفضل واقف ساكت يعني. اللي هو هنقولش اللي ده صح يعني، هو كان ممكن يبقى فيه طريقه تانيه للتعبير، ولكن لا انا بقول لكم لحد دلوقتي في ناس مسجونين بسبب القضيه دي، ناس مظلومه خالص ما لهاش علاقه بالقصه ويمكن ما راحتش الماتش. ما علينا من القصه دي، نرجع بقى لتسلسل الاحداث عشان برضو ما نطولش على الناس. اولتراس اهلاوي هنا جه عمل موقف وقال لا والله احنا من النادي بتاعنا مش هيتباع، فبدا الراجل يبعد خالص وبدا بالعكس ياخد مواقف عدائيه وكيديه للنادي الاهلي، وعمل النادي طبعا بتاعه اللي هو بيراميدز، وبدا يدعمه بمبالغ خرافيه وصفقات خرافيه. وهنا بقى في نقطتين، في نقطتين، نقطة تعامل الإعلام مع بيراميدز ومع ميركاتو الأهلي الشتوي. يعني الأهلي النقطة هنا الأهلي بعد ما الأولتراس أهلاوي رفض الموضوع هو بدأ خلاص ينحاز بقى، عارف اللي القصة خلاص ولجمهور الأهلي اللي هو كده أنت بتضيع تاريخ الأهلي. فبدأ ينحاز للجمهور، وده شيء في بعض الأوقات إيجابي ولكن في بعض الأوقات سلبي، لأنه بيجره في حاجات مش صح ساعات اوقات، منها الميركاتو الشتوي اللي انا شايفه ميركاتو مجنون الاهلي عمله، مش ميركاتو صح ولا حاجه ان انا اجيب لعيب مصري ب 150 مليون جنيه مهما هو كان، وانتم شايفين المردود بتاعه غيره يعني، من الصفقات اللي جت باسعار خياليه، رغم ان الاهلي عنده قطاع ناشئين يعتبر الاعظم في تاريخه. الاهلي بيطلع كميه لعيبه عندها شخصيه وكاريزما كويسه جدا ومغذيه الدوري المصري كله، ورغم ذلك ما علينا يعني الاهلي عمل ده ومش ورا جمهور. ولكن هنا بقى تعاطي الاعلام مع تركي آل الشيخ لما هو عمل النادي بتاعه وصرف المصاريف الخياليه اللي هو انا من وجهه نظري خياليه، الاهلي عمل كده في الميركاتو الشتوي وبرده مش هياخد. وانتوا قلتوا نفس الاعلاميين اللي قالوا طب هو تركي هياخد ايه من الفلوس اللي بيصرفها دي، والاهلي هياخد ايه؟ الاهلي مهما عمل لو خد حتى دوري ابطال افريقيا مش هيجيب ثمن حسين الشحات، يعني يوم ما هياخد دوري ابطال افريقيا بكل الحاجات اللي بالدوري بكله هيجيب ثمن حسين الشحات بس في الصفقات. فصعب قوي برضو يعني ايه، على حب تنتقد انتقد الاثنين. فهو الاهلي فعلا عمل، انا مش شايفه ماركاتو مجنون، ما كانش مستاهل الاهلي واصل نهائيين افريقيا خسرهم على فرق جون هنا وفرق جون هنا. كان لو كان معلول لعب الماتشين كان ممكن يعني معلول ما لعبش نهائي الوداد وما لعبش نهائي الترجي، كان ممكن يعني ما هوش الازمه اللي كان بياخد الدوري عادي يعني. فان انا اعمل ماركاتو زي ده عشان انا مش شايف الاهلي في كارثه كونيه يعني عشان يحصل، مع ان ديت وجهه نظر اداره الاهلي ما نقدرش نتدخل فيها، لكن انا بتكلم على اللي انتقدوا الراجل واللي ما انتقدوش اداره الاهلي. ما علينا، بدات بعد كده
بعد الأزمة حصل موقف لرئيس الزمالك، في ناس بعض الناس بيشوفوا اللي ده ذكاء، وفي ناس بيشوفوا اللي ديت كانت يعني ايه، مش عايش في اجيب لها وصف، ولكن مثلا ايه اللي هو مثلا مع بقى مع تركي آل شيخ واستفاد منه جدا لناديل صلاح ناديه، والراجل برضه استفاد. اذا كان مرتضى منصور استفاد من وجود تركي آل الشيخ في بعض الصفقات او في بعض التدعيم المادي، تركي آل الشيخ استفاد من جمهور الزمالك، لان جمهور الزمالك كان هو الوحيد اللي في ظهره في الحرب اللي هو بدأها او خدها ضد النادي الاهلي وجمهوره. فجمهور الزمالك اللي هو شايف برضه اللي فيه جزئين، وجزء منهم يحترم، اللي انا صديق عدو 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 عدوي صديقي، دي وجهة نظر بتحترم جدا برضو. فاحنا خدنا اللي هو الناس اللي خدت الموقف ده، خدت اللي هو الراجل ده دلوقتي لازم هندعمه وهنقف معاه، رغم اللي احنا قبل كده او جمهور الزمالك قبل كده عمل هاشتاج بين قوسين ايام ما كان الراجل موجود في الاهلي ومرتضى عرض عليه الرئاسة الشرفية وبعدين هو رفضها، عمل هاشتاج اللي هو رافض وجود الراجل، مش عايز اقول الهاشتاج لانه كان ما كانش اللي هو رافض وجود الراجل في الزمالك، فجمهور الزمالك في وقت من الاوقات رفضه وبعد كده وافق. في بعض الناس، هو مش انا منهم، بعض الناس شايفين ده صح، وممكن يكون هم صح انا اللي غلط على فكره، اللي ده لا والله الراجل ده دلوقتي بيدعم النادي بتاعي، فانا وفي نفس الوقت كاره للنادي المنافس بتاعي فانا اخده صديق. ده ناس تحترم وجهة نظرهم جدا، ولكن انا شايف اللي هو اذا كان هو بيعمل كده في النادي اللي حبه وبيحبه وبيعشقه هيعمل فيها ايه لو تصالح مع النادي القديم بتاعه او رجع له في يوم من الايام. وبعدين انا اصلا من الاصل يعني فكره اصلا الانديه اللي شكل دي او الاستثمار اللي شكل ده اللي شكل ده، انا بحب الاستثمار في الكوره، ده شيء طبيعي، اي حد عاقل بيحب الكلام ده. لكن الاستثمار شكل باريس سان جيرمان ده، انا نفسي كشخص ده حاجه ترجع لي انا مش مهمه اصلا، يعني مش حاببها، بس انا ما بحبش باريس سان جيرمان مثلا وما هو موجود عادي، فرايي اصلا يعني فاهم، ده رايك لنفسك يعني، لكن الواقع شيء تاني. ما علينا، الراجل كمل وكمل وبدات المنافسه تشتد، وصل لمرحلة، هنا وصلنا لمرحلة اللي خلاص بقى في تنافس بين الثلاث أندية وكده. فهو طلب بصراحة طلب عادل جدا. انا لسه قايل دلوقتي انا اصلا مش مع فكرة الاستثمار بالشكل ده لان ده مش استثمار وجهة نظري، يعني هو فكرة كيدية بس للنادي الاهلي، ودي وجهة نظري ممكن تبقى غلط، بس بعد كده الراجل طلب عادل جدا، اللي الزمالك والاهلي ما لعبوش مع بعض في الدور الاول خالص، هو المنافس الثالث بتاعهم، فطبيعي اللي هو الزمالك الاهلي يلعبوا بعض قبل ما هو يلعب الاهلي مرتين، فطلب عادل جدا، وخصوصا اللي هو مش هي لا بالعكس، هم هيتلعبوا بقى، وبقى بعدين الزمالك مثلا هيلعب مع المقصه في دور الثمانيه وبتروجيت صعد دور الاربعه، والاهلي والبيراميدز لسه ما لعبوش دور ال16، فالطلب في مجمله عادل جدا. ولكن هنا الاهلي، اداره الاهلي بعد ما رمت زي ما انا قلت لكم في حضن السوشيال ميديا مش في حضن جمهور الاهلي، حبت اللي هي ترد السوشيال ميديا وقالت لا مش لعبه، اللي هو ليه؟ طب انت هتلعبي بيراميدز كده كده، ما انت تلعبي بيراميدز كده كده لا هو مش هيمشي كلامه عليا، اللي هو مش قصه بقى اللي هي قصه لو انتصار، انا لو انتصار، لو القضيه دي فيها انتصار للعدل او بتاع، هو ما انتصرش العدل، هو بينتصر لكلام الجمهور اللي هو زقه في القصه دي، فهو عايز ينتصر لهم، وبالفعل دخل في القصه وبتاع، والناس انتظرت قرار تاريخي يوم الخميس اللي فات اللي هو عشان الاهلي هينسحب او هيقول قرار تاريخي بتجميد نشاطه او كل الناس، هو الاهلي ما عملش كده، وكانوا عملوا بيان انا شايفه ذكي وخبيث في نفس الوقت، اللي هم خدوا كره النار بتاعتهم من عندهم ورموها في اتحاد الكره، قالوا احنا مش هنلعب الكاس، وفي نفس الوقت مش منسحبين من الكاس، فكانت ايه اللي هو احنا هنلعب وملتزمين بالمواعيد القديمه. طبعا المواعيد اتغيرت 300 مره، الديربي نفسه اتغير مرتين ثلاثه، كان في يناير فبراير لا مارس، فكل المباريات اتغيرت، ففكره ان انا ملتزم بميعاد بجدول، اصلا الجدول اتغير بتاع 20 مره واتغير عشان الاهلي كتير، لو الاهلي اتاخر في اثيوبيا شويه لو انتوا فاكرين وغيره وغيره، اصلا سيبك من المواقف القهريه، في مواقف عاديه والجدول كان بيتغير عشان، فالجدول مش اللي هو الملتزم، يعني احنا مش في البريمير ليج، هو الجدول اتغير اصلا اكتر من مره، وطلب الراجل في الاخر عادل. هنا بس اللي انا عايز اوصل له في الاخر، التجربه بتاعه بيراميدز بعد نهايتها، هو عشان انا بتكلم في وجوه، يعني انا ما كنت في فيديو تركي آل الشيخ ده انا كان في دماغي بقاله فتره، بس لما جت الفرصه اللي هو مشى علشان ما يبقاش فيه زي ما يقولوا، يعني الراجل مش موجود اصلا، التجربه كان ليها طبعا سلبياتها كتير اللي انا شايفها بالنسبه لي، يعني الصرف الغير طبيعي اللي ما فاتش شايفين حد غير بعض اللاعبين اللاتين اللي انت جايبهم، والمدربين طبعا اللي جم في اربع مدربين تقريبا وخدوا شروطهم الجزائيه ومشوا،
مفيش اي افاده للكره الا طبعا بعد كده لسه هقول التجربه. انت النادي من وجهه نظري كان معمول الف تو زد، معمول عشان كيديه في اداره الاهلي، ولكن طبعا هو في الاخر برضو مش هنقول هو عمل حاجات كويسه كتير جدا، خلى الدوري المصري يرجع له الاهتمام بعد ما كان الدوري المصري فعلا خد خبطه جامده جدا بعدم حضور الجماهير وعدم الاهتمام زي زمان، واتخبط الدوري المصري رجع لورا. لا هو رجع الاهتمام للدوري المصري، بقى فيه تنافسيه، بقى فيه 3 انديه تنافسيه، واحنا نفسنا في الاستثمار والتنافسيه بس تكون بشروط وبضوابط، او تكون عاقله، ده استثماريه عاقله مش استثماريه اللي انا اجيب لعيبه ب 3. انا البيراميدز على ما يخلص السنه ممكن يعدي 3 مليار، عشان ايه؟ عشان هي مش يعني مش هياخد ايه هو فعلا في الاخر، زي ما الاهلي عمل، واللي زي ما احنا قلنا الانتقاد اذا كنا بننتقد بيراميدز، الاهلي في يناير عمل اكتر من كده، عمل كده جاب لعيبه بنفس الاسعار وجاب مدرب بسعر غير بس، لكن هو اللي وصل يعني فاهم، وصل المرحله كده وجاب لهم طبعا قبل ما ينتقدوه على الاسعار دي، وانا عن نفسي جاب، بس عشان احنا انتقدنا وقتها فبننتقد دلوقتي. صفقه صلاح محسن اللي كانت ب 42 مليون جنيه اللي شايفها ديت اللي دمرت الدنيا وخلت الاسعار تنتحر، لدرجه ان بعض المسؤولين في المقاولين مثلا بيقولوا لي احنا لما بنيجي ننزل تشتري لعيب من انديه صغيره درجه تانية او ثالثه بقوا بيطلبوا مليون و2 مليون بعد ما كانوا بيرضوا ب 100,000 وكور، فالموضوع بقى صعب حتى تحت. بس في نهايه الفيديو يعني اللي انا عايز اوصله للموضوع، الراجل له سلبيات وايجابيات، ولكن ظهر فينا كلنا في منظومه الوسط الرياضي كلها عيوب كتير جدا ظهرت في ناس كتير، ظهرت في القصه ديت اللي هي منهم مسؤولين كانوا بيحاولوا يصححوا اخطائهم. انا في الاخر بقول لكل الجماهير اللي هي دي رسالتي، يعني انا عارف ان في جماهير بترضى وكده، وهي وانا قلت ده مش غلط، في ناس بتحب كده، دي برمجتيه اللي هي والله انا الزمالك مستفيد، والله انا الاهلي مستفيد، فكانوا موافقين على الطرفين، بس اول ما هيقلب عليهم هيقوموا قلبين، وده حصل في الطرفين، يعني الطرف الاولاني كان رافض وجوده قال لا لوجوده، والتاني كان بيقول لا يصرف لانه رئيس النادي، والعكس حصل، بعض الجماهير قالت لا لما راح الزمالك شتمته جمهور الاهلي وبعض منهم، وقالت اللي هي كانت بتشكر فيه وقالت لا خلاص هو، والعكس حصل لجمهور الزمالك اللي هو البعض برضو مش الكل، انا لو قلت الزمالك برضو بيتهيألي لو بيحضر هو ما بيحضرش كان هيرفض برضو تواجد الراجل بالشكل ده، لان انتوا عارفين مبادئ الالترس اصلا اجنست المودرن فوتبول، فقصه المودرن فوتبول وبالشكل ده كمان يعني حتى مش بالشكل المعقول طبعا كانوا هيرفضوها برضو. ولكن هنا في نهايه الفيديو بقى انا عايز اقول لكل دي بالنسبه لي، يعني انا كل الناس اللي هتشوف الفيديو زي ما قلت لكم، في ناس انا عارف اللي هي هتشتمني كتير علشان انا ما قلتش اللي على هواهم اذا كان زمالك او اهلي او منتمين لبيراميدز، بس انا ده ديت يعني دي رسالتي وده اللي بقولها لضميري، ما يهمنيش راي يعني مش هيهمني طبعا راي الناس فوق دماغي، ما يهمنيش لو حد هيشتم، بس ده دي طبيعه الكون يا جماعه الاختلاف، ولازم نعرف ان احنا كلنا راينا او وجهه نظرنا مش هتبقى زي بعض، لان يعني ربنا هو له عظمه في كده، دي نقطه. تاني نقطه، اوعى تدافع عن راي مسؤول رياضي انت ما تشيلش ذنبه، لان انت عارف اللي هو هيتغير، وانت عارف ان الكوره في مصر زي ما انت شايف كلها مفيش مسؤول يعني، فدافع عن نفسك وعن ناديك، دافع عن وجهه نظرك انت وعن وجهه نظر ناديك، ما تقوليش انا مش عارف ايه، مفيش حد ورا حد، لان كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم يعني 100 علامه استفهام. بس في النهايه اتمنى بس ان انا اكون شرحت للراجل بسرعه كده ايه اللي اصلا كسر نفس مصر من الاول للاخر، وهو زي ما بيقولوا بعض الناس دلوقتي اللي حاضره عفويه يصرفوا، هم بيحاولوا يصرفوا عشان هم اللي حضروه، ماشي فماشي، بس فديت بس انا بتهيألي ان الموضوع مش هينتهي عند تعيين نائب رئيس النادي، لان الراجل ده مش بالهون ده يعني، هو هيبقى اقوى من كده، ولكن دي ممكن تكون زي ما بيقولوا كده خدعه استراتيجي للنائب، او بيخفف عن نفسه الضغط اللي حصل الفتره اللي فاتت بعد ما تلقى الرساله اللي هي جت في القناه بتاعه دي ام سي. ونتمنى نشوف الفترة الجاية هدوء شوية في الوسط الرياضي المصري واستكمال بطولة الدوري والكاس، لأن فعلا البطولة السنة إذا كانت تنافسية جدا، إذا كانت فوق ولا تحت، وربنا يسهل ونشوف دوري قوي، لأن ده هيفيد كل المتابعين اللي ترجع الهيمنة للدوري المصري شوية، اللي لو في فعلا 4 5 مستثمرين جم والدوري اتفتح للجمهور هيعدي أي دوري أنتم منبهرين بيه دلوقتي، في ناس منبهرة بدوريات في الخليج. ورسالة أخيرة للمستشار بقى تركي آل الشيخ، أنت هنا في بلاد شمال أفريقيا، إحنا مصر زي المغرب وزي الجزائر وزي تونس، إحنا لينا طبيعة خاصة، إحنا لينا طبيعة خاصة، أنت هنا خلاص بقيت مالك نادي مصري،
مش مسؤول سعودي كبير والسعودية فوق دماغنا، فردود الفعل هنا هتبقى مختلفة عن السعودية. ده طبيعي، السعودية مع احترامي لها عاداتها وتقاليدها واحنا بنحترمها جدا، ده مش تقليل منهم، ممكن يبقى هم الصح، واحنا هنا برضو لنا طبيعة شعوب متعصبة للكورة منتمية للكورة، فعش احنا بنعمل حاجات مثلا فيديوهات تقليل من الناس الناحية التانية، واطلب منهم ضبط النفس، مستحيل يعني اطلب منهم ضبط النفس، الجمهور مدرج هطلب منه ضبط النفس، لا المسؤول اللي يضبط نفسه اذا كان هنا ولا هنا. انا عارف والله الكلمتين دول بالذات هيجيبوا لي انا كلام كتير من الناس، بس انا والله ده الرسالة للحق.